تلفزيون وطنية يتمنى لكم رمضان كريم برعاية معهد وطنية ميديا للتدريب الإعلامي. خطوتك نحو الاحتراف. في إطار الدور الذي تلعبه الكشافة الإسلامية الجزائرية كمنظمة ذات النفع العام، نظمت الكشافة الإسلامية الجزائرية محافظة ولاية سطيف بمختلف أفواجها على مستوى الولاية من يوم خرج يعني من يوم يعني تقريبا 15 مارس الى يومنا هذا، عده يعني انشطه من بينها يعني تحسيسيه، من بينها يعني تضامنيه، ومن بينها كذلك يعني تسخير يعني مقرتها كمراكز للخدمه العامه. كذلك في اطار برنامج الزيارات الميدانيه التي تقوم بها المحافظه الولائيه، نحن اليوم يعني في مقاطعه بقعه يعني وقفنا على يعني مختلف الانشطه التي تقوم بها من وقفه رمضان، وكذلك عملية التعقيم والوقاية، وكذلك مطعم عبر سبيل الذي نحن فيه بشراكة مع مختلف الجمعيات والفاعلة على مستوى هذه البلدية. نسأل الله تعالى أن يتقبل جهود الجميع وأن يبارك فيهم، المحسنين كذلك ربي يبارك لهم في مالهم إن شاء الله. العمل الجبار الذي تقوم به الكشافة الإسلامية حيث بقيادتها وبأشبالها وبكل مكوناتها تقوم على إنجاح هذه العملية. تم التوزيع قبل الأسبوع الماضي، وصلنا إلى 1400 نقفة، اليوم حوالي 500 نقفة نشرف على توزيعها. قمنا بمتابعة وإحصاء جميع العائلات المحتاجة التي تأثرت بهذا الحجر الصحي خلال أزمة كورونا، والتي بلغ عددها أكثر من 2000 عائلة. قمنا بإذن الله بالحصول وجمع مساعدات، وحضرنا 2000 قفة تم توزيعها على 4 دفعات، حيث كانت الدفعة الأولى متكونة من 900 قفة، بعدها 300 قفة، وبعدها 200 قفة، وبعدها 500 قفة، التي توزع اليوم على مختلف المناطق والأحياء التابعة لبلدية بقعة. شاركنا في عمليات التجميع وعمليات التوزيع، كذلك عملية ضبط القوائم، عمليات التحري كذلك. ومن خلال هذه العمليات التضامنية نؤكد انخراطنا كجمعيات في هذا العمل التضامني، والتي من خلالها نحاول الوصول إلى أبعد أو إلى الأشخاص المحتاجين والمتأثرين من هذا الحجر ومن هذا الوباء. ومن خلال منبركم نشكر كل من ساهم في هذه العمليات، وندعو الله راجينا منه أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يصل العيد المبارك، ونفرح بفرحة العيد الكاملة المتكاملة إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد.